بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض المحاضرة رقم 5 في تعليم برنامج الأوتوكاد. الأوامر اللي هنتعلمها النهاردة أمر روتيت. أمر روتيت ده بيستخدم لعمل دوران لأي جسم، بمعنى لو أنا معايا خط رأسي كده طوله وليكن اف 8 كده، طوله وليكن 3 متر. الخط ده أنا ممكن أعمله بزاوية أو أخليه يلف بزاوية 30 مثلا مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة من خلال قائمة مودوفاي. ادي امر اسمه روتيت، او الايقونه بتاعته اللي هي دي روتيت، اختصار روتيت ار او انتر. اول حاجه بتطلب منك سيلكت اوبجكت، هنختار الجسم اللي احنا عايزين نلففه وادوس انتر. همسك الجسم من نقطه اسمها البيز بوينت وادخل الزاويه. لو دخلت الزاويه بالموجب هيلف عكس عقارب الساعه، لو دخلت الزاويه بالسالب هيلف مع عقارب الساعه. تمام، يبقى موجب عكس عقارب الساعة ل 30 هيلف كده عكس عقارب الساعة بزاوية 30 من وضعه الأصلي. تمام، والكلام ده ممكن ينطبق مش على لاين بس، على أمر ريكتانجولر أو أي جسم في الدنيا أو أي رسمة ممكن أعمل لها روتيت أر أو إنتر. بعلم على الجسم وأدوس إنتر وأمسكه وأدوله الزاوية، لو دخلت الزاوية سالب 45 ودوست إنتر يروح لافف مع عقارب الساعة. ده كده بالنسبة لأمر روتيت. الأمر التاني اللي هو أمر إكسبلود. حضراتكم الامر ده احنا راسمينه بامر ريكتانجولر، وامر ريكتانجولر هيخلي كل الخطوط مع بعضها كتله واحده. طب ايه راي حضرتك لو انا علمت على المستطيل اللي هو كله على بعضه كتله واحده ورحت داس على امر اكسبلود؟ يروح مدمر لنا المستطيل ومخلي كل خط كانه مرسوم لوحده بامر لاين. على فكره الكلام ده برضو ينطبق على الهاتش، يعني انا لو جبت امر هاتش وعملت هاتش هنا جوه، الهاتش ده كله على بعضه كتله واحده، الا لو انا علمت عليه ودوست على اكسبلود بقى كل خط كانه موجود لوحده. طبعا الامر ده نادر قوي لما بنستخدمه مع هاتش، لان احنا لو دمرنا الهاتش هتبقى مشكله كبيره. تمام، الامر اللي بعد كده الا وهو امر مالتي لاين. امر مالتي لاين ده بيرسم خط مزدوج، بيجي من قائمه درو مالتي لاين، معلوش ايقونه للاسف، ولكن اختصار الامر بتاعنا ام ال انتر. حضرتك ببدأ أظبط شوية تظبيطات قبل ما أبدأ أرسم بالخط. أولًا أول تظبيط حاجة اسمها جاستيفيكيشن جي انتر. إحنا هنمسك المالتي لاين منين؟ من الطب ولا زيرو ولا البوتوم؟ لا هنمسكه من الزيرو انتر. بعد كده في حاجة اسمها سكيل اختصارها اس انتر، وأدخل المسافة ما بين الخطين اللي هنرسم بيهم وليكن 25% انتر، وأبدأ أرسم كليك 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 كليك، واروح اعمل اسكيب. راح الراجل بنرسم بامر لاين العادي بالظبط كانه لاين عادي، ولكن بدل ما يرسم خط واحد رسم خط دبل، خط مزدوج. تاني مالتي لاين ام ال انتر، التظبيطات بتاعتنا بنقولها تاني جي انتر زد انتر اس انتر 25% انتر، واروح راسم المالتي لاين بتاعي. وبعد ما اخلص اعمل سكيب. طب لو انا عايز ارسم تاني هجيب امر مالتي لاين اقعد بقى اظبط كل شويه؟ لا، التظبيطات بتاعتنا بنعملها مره واحده وبتدناها ثابته معانا، يعني الجاستيفيكيشن من الزيرو والسكيل 25%، ابدا ارسم على طول، مفيش داعي ان انا اقعد اظبط. اظبط امتى؟ لو انا عايز اغير في التظبيطات اللي انا عملتها. طيب للاسف الشديد احنا كده رسمنا اي رسم. لو احنا جبنا امر مالتي لاين انتر وعملت هنا كليك ومشيت، كتبت 10 انتر وطلعت لفوق 8 انتر، ومشيت الناحية دي 10 انتر، ونزلت لتحت 8 انتر، ورحت عامل سكيب، وبأمر مالتي لاين رحت جاي هنا من الميد بوينت عمودي لتحت، ومن الميد بوينت هنا عمودي الناحية. كل ده كلام كويس أوي، ولكن وأنا بقفل المالتي لاين على بعضه ما قفلش كويس. أنا عايز أفتح الاتنين دول على بعض، أعمل حرف تي مفتوحة، وأعمل عايز أعمل كروس هنا مفتوحة. الموضوع بسيط جدا، امر تريم وامر اوفست وامر شامفر وفلت للاسف لا ينطبق على المالتي لاين، ولكن عشان انضف المالتي لاين واظبطه بعمل دبل كليك على المالتي لاين. تظهر لنا شاشات التنظيف بتاعت المالتي لاين، في حاجه اسمها كورنر، لو انا جبتها بعلم على الخط ده وعلم على الخط ده مش فارقه مين الاول ومين التاني، يروح مظبط لنا الكورنر اللي بينه. لو انا عملت دبل كليك تاني في حاجه هنا اسمها اوبن كروس، بعلم على الخط الافقي مثلا والخط الرأسي مثلا مش شرط الترتيب، يروح فتح لنا الكروس اللي بينهم.
لو انا عملت دبل كليك وجبت حاجه هنا اسمها اوبن تي. اوبن تي هنا بقى بالذات بتستدعي الترتيب، بعمل الاول على الويب وبعدين الفلانج، بعمل الاول على الويب وبعدين الفلانج، بعمل الاول على الويب وبعدين الفلانج، بعمل الاول على الويب وبعدين الفلانج بتاعت التي. كده انا ظبطت المالتي لاين. في طريقه ثانيه، ايه هي؟ لو انا جبت امر مالتي لاين ورحت راسم وليكن 10 متر، طلع لفوق كتبت 8 انتر، مشيت الناحيه دي كتبت 10 انتر، نزلت لتحت كتبت 8 انتر، مالتي لاين من هنا لهنا. طبعا انا ما بظبطش كل ما بجيب الامر لان التظبيطات هتلاقيها ماشيه معايا. ممكن اعمل حاجه ظريفه جدا، ايه هي؟ يعني مثلا الراجل ده عشان اظبطه اروح معلم على المالتي لاين ده واروح مدمره. معنى ان انا دمرت المالتي لاين فما عادش مالتي لاين، بقى انه خط واتعمل له اوفست، كانه خط واتعمل له اوفست. وطالما بقى خط عادي ممكن اتعامل معاه بامر شامفر. المسافات بصفاره اهي، اعلم على ده وبعدين ده، واجيب الامر تاني واعلم على ده وده، وابدا اظبط الحاجات دي. تمام. خلي بالك ان المالتي لاين لو اتدمر، لو عملت عليه دبل كليك، للاسف ادوات النظافه بتاعته ما تظهرش لانه ما عادش مالتي لاين. مالتي لاين ده بقى بيستخدم لايه؟ بيستخدم لرسم الكاميرات، لرسم السملات، لرسم الحوائط في المعماري. تمام كده. بيرسم خطين مزدوجين مع بعض. تمام. الامر اللي بعد كده الا وهو امر تريم. تريم ده بيعمل ايه؟ حضرتك لو انا معايا خط هنا وخط تاني هنا وخط تاني هنا وخط تاني هنا ومعايا خط هنا، وعايز امسح حته من الخط الافقي، عايز امسح الحته دي. للاسف الشديد انا لو علمت على الخط هيعلم عليه كله، ولو عملت ديليت هيعمل له ديليت كله. وبناء على هذه المعلومه اللي يقدر يمسح حته من خط الا وهو امر تريم، بيجي من قائمه موديفاي تريم، او الايقونه بتاعتنا اللي هي دي تريم، اختصار تريم تي ار انتر. اول حاجه بعلم على الخطين اللي هيحصروا الجزء اللي هيتمسح، وبعدين ادوس انتر. اعلم على الجزء بقى اللي موجود بينهم، يروح مسح لنا الجزء ده بس. تمام. بقول تاني، بجيب امر تريم، اول حاجه بعلم عليها الخطين اللي هيحصروا الجزء اللي هنمسحه، وبعدين انتر، واعلم كليك على الجزء اللي انا عايزه يتمسح، يروح مسح لنا الجزء ده بس. ممكن نستخدم الامر ده بطريقه تانيه، ايه هي؟ بعد ما بجيب الامر تريم بدوس انتر على الفاضي، بدل ما اعلم على الخطين اللي هيحصروا لنا الجزء، بدوس انتر على الفاضي. اي حته هعمل عليها كليك هيعتبرها انها عايزه تتمسح، يروح مسحها. ولعلمك لو جيت على جزء من الخط وعملت عليه كليك وما رضيش يشتغل، اعرف ان الجزء ده ممكن نعلم عليه ونعمل له ايه؟ ديليت. يبقى اللي ينفع يتعمل بيه ديليت ما ينفعش يتعمل له تريم. تمام؟ طيب الكلام ده مش الامر لاين بس، ده انا ممكن لو معايا سيركل زي دي ورحت جاي موصل الاقطار بتاعتها، ممكن اجيب امر تريم وادوس انتر على الفاضي، وعلم على الجزء ده يروح مسح لنا الربع ده، علم على الجزء ده يمسح لنا الربع ده، علم على الخط ده يمسح لنا الحته دي، علم على دي يمسح لنا الحته دي، ده يمسح لنا الربع ده. لو جيت عملت هنا كليك مش هيرضى يشتغل. ليه؟ لان انا ممكن اعلم على الجزء ده واعمل له ايه؟ ديليت. وخلي بالك ان الكلام ده مش بالنسبه لامر لاين وسيركل بس، ده انا لو معايا مستطيل ومعايا خط واصل من هنا لهنا وخط تاني واصل من هنا لهنا وعايز امسح الحته دي، هجيب امر تريم، بدل ما اعلم على الخطين دول هدوس انتر على الفاضي. لو عملت كليك هنا امسح لك الحته دي، لو عملت كليك هنا امسح لك الحته دي. ايه رايكم؟ تمام كده. ده بالنسبه لامر تريم، يستخدم لمسح جزء من خط او جزء من دايره او جزء من مستطيل. الامر اللي بعد كده الا وهو امر تكست. ازاي نكتب من على الاوتوكاد؟ اولا عشان نكتب لازم الاول نعرف الفونت بتاع الكتابه. لازم اول حاجه نعرف الفونت بتاع الكتابه. من قائمه فورمات تكست ستايل، وابدا اقول له نيو، واسمي الفونت ده وليكن اي واحد. افتح من هنا الايقونه دي وابدا انزل بالاسهم اللي موجوده عشان اختار شكل الفونت اللي انا عايزه، وليكن الفونت ده، واقول له ابلاي كلوز. يبقى انا كده كل اللي انا عملته من قائمه فورمات تكست ستايل ان انا اخترت الفونت اللي انا عايز اكتب بيه. طب عايز ابدا اكتب بقى امر بسيط جدا اسمه درو تكست، اختصاره دي تي، انتر. هيطلب من حضرتك ثلاث حاجات، كليك بدايه السطر، تاني حاجه الهايت وليكن نص،
انتر. تالت حاجة زاوية الدوران صفر انتر، وابدأ اكتب الحرف اللي انا عايزه كابيتال، اكتب شيفت الحرف، والحرف اللي انا عايزه سمول ادوس عليه على طول. تمام؟ اها انتر، ينزل للسطر اللي بعديه انتر انتر، يطلع من الامر بعد ما ينفذه. يبقى تاني لو انا عايز اكتب دي تي انتر، كليك بداية السطر، الهايت بتاعنا وليكن ربع، الزاوية بتاعتنا وليكن صفر، وابدأ اكتب الحرف اللي انا عايزه كابيتال، ادوس شيفت الحرف، والحرف اللي انا عايزه سمول هروح دايس عليه على طول، انتر انتر، ينفذ لنا الامر بتاعنا. يبقى لو حبيت اكتب دي تي انتر على طول. طيب افرض ان انا قبل ما اكتب عايز اغير الفونت بتاع الكتابة تاني، هدخل من قائمة فورمات تكست ستايل واقول له نيو، واسمي هنا اسم تاني غير الاولاني وليكن اي 2، وهفتح من هنا واختار اي 2 وليكن الخط التخين ده، واقول له ابلاي، خلص دي تي انتر، كليك بداية السطر، الهايت بتاعنا نص انتر، الزاوية بتاعتنا صفر انتر، واكتب انتر انتر. يبقى انا كده معرف كام فونتة، اتنين فونتين، فونت رفيع وفونت تخين. لو انا جيت اكتب دلوقتي، انا طلعت من الامر اهو، لو انا جبت اكتب دي تي انتر، كليك بداية السطر، والهايت نص وزاوية صفر، هيكتب بانهي فونت؟ اخر فونت انا كنت معرفه اللي هو التخين، صح كده؟ طب لو عايز ارجع اكتب بالفونت الاولاني تاني، حضرتك لو شايف الايقونه دي كده اللي هي اللي فيها حرف الاي وجنبيه فرشه، هنفتح الايقونه دي كده هلاقي كل الفونتات اللي احنا معرفينها. اي واحد لو انا جبته وبدات اكتب دي تي انتر، كليك بدايه السطر، الهيئه نص زاويه صفر، وبدات اكتب، يروح كاتب لنا تاني بالفونت الاولاني. لو انا اخترت من هنا اسم الفونت التاني وبدات اكتب دي تي انتر، كليك بدايه السطر، الهيئه نص زاويه صفر، يروح كاتب لنا بالفونت التاني. يبقى معنى ذلك بعرف الفونتات، والفونت اللي انا عايز اكتب بيه بختاره من الايقونه دي. طب ده كله كتاب انجليزي. افرض ان انا عايز اكتب كتاب عربي، لو انا عايز اكتب بالعربي اعمل ايه؟ هندخل من قائمه فورمات تكست ستايل واقول له نيو، واسمي وليكن الفونت ايه، هفتح الايقونه دي كده، لازم الاقي الفونت العربي بتاعي. للاسف الشديد اول ما بنسطب الاوتوكاد اول مره الفونت العربي ده ما بيبقاش موجود، ولكن بنحطه، والكلام ده بنعمله مره واحده بس اول ما نسطب الاوتوكاد. بنعمله ازاي؟ بقفل الاوتوكاد، لازم الاوتوكاد يكون مقفول، وبعد ما اقفل الاوتوكاد هروح على الفونتات العربي وليكن موجوده معايا على الفلاشه، وهجيب من هنا اوتوكاد فونتس، ادخل جواها هلاقي ملفات الاوتوكاد الفونتس اللي هي الفونتات العربي، هروح واخدها كوبي، واخد الملفات نفسها، وهروح على السي بروجرام فايل اوتو ديسك اوتوكاد 2011، وبعدين فونتس، واروح اعمل كليك يمين بيست. بعد ما احط الملفات بتاعت الفونتات في المكان اللي اتفقنا عليه اللي هو سي، بروجرام فايلز اوتو ديسك اوتوكاد 2011 فونتس، ادي الملفات الفونتات العربي اللي هي اكس اعراب، افتح الاوتوكاد تاني، ونبدا نعرف الفونت العربي اللي احنا عايزين نكتب بيه. من قائمة فورمات تكست ستايل اقول نيو، واسمي ده ايه، هفتح من هنا واختار الفونت العربي اللي هو اسمه، في فونتات عربي كتير مش هنختار منها اي حاجة الا اكس اعراب
اللي هيظهر لنا هنا حرف الشين اللي كله مفتوح، بنقول له ابلاي كلوز، دي تي انتر، كليك بدايه السطر، الهايت نص، الزاويه صفر، انتر، واروح كاتب الحرف اللي ما يعجبنيش، اروح كاتب شيفت الحرف علشان يظبطه اكتر، انتر السطر اللي بعديه، انتر انتر يطلع من الامر. تمام. يبقى معنى ذلك لو عايز اعرف فونت انجليزي قائمه فورمات تكست ستايل، واقول له نيو واسمي ده وليكن اي واحد، واختار من هنا الفونت الانجليزي اللي انا عايزه وليكن دوت، واقول له ابلاي، واعرف فونت تاني وليكن اسمه اي 2، واختار من هنا الفونت الانجليزي وليكن دوت. كل الفونتات اللي انا عرفتها موجودة هنا، اختار الفونت اللي انا عايز اكتب بيه وابدأ اكتب. يعني انا اخترت اي واحد، يبقى دي تي انتر، كليك بداية السطر الهاي توس الزاوية صفر، واروح تاني انتر انتر. لو انا اخترت الفونت التاني دوت، اها دي تي انتر، كليك بداية السطر الهاي توس الزاوية صفر، واروح كاتب كده انتر انتر. لو عايز اكتب عربي اروح جايب الفونت العربي، اروح كاتب دي تي انتر، كليك بداية السطر الهاي توس الزاوية صفر، واروح تاني. تمام كده. طيب ايه رأيكم لو انا جبت الفونت العربي ورحت جايب امر دي تي انتر، كليك بدايه السطر الهايت نص الزاويه صفر، ورحت كاتب ايه؟ سته، وست تلات مسافات، واحد اتنين تلاته، وكتبت بيرسنت بيرسنت اتنين تلاته اتنين، وست تلات مسافات كتبت عشره، ست تلات مسافات كتبت على، ورحت سايب مسافتين ورحت كاتب مين؟ انتر انتر، يروح كاتب لنا 6 في 10. تاني دي تي انتر، كليك بدايه السطر الهايت نص الزاويه صفر، ورحت كاتب 6 مسافه 2 3، ورحت كاتب بيرسنت بيرسنت 2 3 2، وسبت 3 مسافات 1 2 3، كتبت 10، 3 مسافات وبعدين علامه على وبعدين مسافتين وبعدين ميم انتر انتر، يعمل لنا 6 في 10 فاي ومعصيتين اللي هي الهاي جريد ستيل. طب لو جبت امر الكتابه، بس خلي بالكم لازم الفونت بتاعنا يبقى عربي اللي هو اكس عرب، رحت كاتب 6 3 مسافات 1 2 3 بيرسنت بيرسنت، ودوست حرف السي 1 2 3، كتبت 10 1 2 3 على 1 2، ورحت عامل ميم انتر انتر، يعمل لنا فاي ومعصيه واحده. يبقى الفاي ومعصيتين الكود بتاعها بيرسنت بيرسنت 2 3 2، والفاي معصيه واحده بيرسنت بيرسنت، وادوس على حرف السي. بالمناسبه يا جماعه لو انا خدت كوبي من الكتابه اللي قدامنا دي هتطلع زيها بالظبط. طب لو انا عايز اعدل فيها، بدل ما هي 6 في 10 عايز اخليها 7 في 10، دبل كليك عليها تظهر لنا شاشه زرقاء. لا انا مش عايز الشاشه الزرقاء دي تظهر، فعشان كده هعلم هعدل في الاوبشن بتاع البرنامج، حرف امر اسمه دي تكستد، دي تكستد انتر، وادوس 1 انتر، كده ما حصلش حاجه. ولكن كل لما اجي اعمل دبل كليك على الكتابه يظهر لنا الكتابه في صوره شاشه. هاجي على السته وخليها سبعه بدل السته، سبعه، واقول له اوكي، بقت 7 في 10. بص يا جماعه كده، لو انا خدت كوبي من الراجل ده على جنب، لو انا عملت دبل كليك على الكتابه هلاقي اهو بدل السته اخليها سبعه، بدل فاي 10 اخليها فاي 12، واقول له اوكي. لو الفاي وال 12 دخلوا في بعض اجي هنا ما بين الفاي وال 12 واروح اعمل سبيس. تمام كده. نقول تاني لو عايزين نكتب بفونت عربي، دي تي انتر، كليك بدايه السطر اللي هي في نص الزاويه صفر، واروح كاتب 10 سوري 6 3 مسافات 1 2 3 بيرسنت بيرسنت 2 3 2، لو ما اتعملش ده بيكمل عادي 1 2 3 10 1 2 3 على 1 2 مين، وادوس انتر انتر، تلاقي 6 في 10 انكتبت قدام. طب افرض ان انا عايز اكتب لوحه بالانجليزي، وانت قايل لي دلوقتي ان الفاي دي ما ينفعش تتكتب الا بالعربي، طب الحل ايه؟ بسيطه قوي، هجيب الفونت العربي وهكتب بس بيرسنت بيرسنت 2 3 2، وادوس انتر انتر، يعمل لنا فاي. وهجيب الفونت الانجليزي دي تي انتر، كليك بدايه السطر هيت نص الزاويه صفر، واروح كاتب 6 مسافه 2 3 4، واروح كاتب على 10، واروح كاتب على المتر انتر انتر،
وبامر موف اخد الفاي اللي انا كنت كاتبها بالفونت العربي احطها جوه الفونت الانجليزي، ادي 16. تمام. يبقى احنا اتعلمنا دلوقتي حاجه ظريفه جدا، ازاي نكتب عربي وازاي نكتب انجليزي وازاي اللي احنا كتبناه نعدل فيه. يعني بص يا جماعه، لو انا معايا فونت انجليزي دلوقتي ورحت كاتب كده ايمن، وبعد ما خلصت اكتشفت ان ايمن دي مش بالاي، مش بالواي، بالاي، دبل كليك وهاجي هنا على الواي واخليها اي واقول له اوكي بقت ايمن بالاي. تمام. وتعلمنا مع بعض ازاي نعدل في الكتابه سواء عربي او انجليزي، وتعلمنا مع بعض ازاي نكتب الفاي مع عصايه واحده والفاي مع عصايتين، برده ممكن بامر الروتيت اللي احنا خدناه قبل كده من قائمه موديفاي روتيت اعلم على الكتابه وادوس انتر وامسك الكتابه، لو اديتها زاويه 45 يروح لفت لنا الكتابه بزاويه 45. اتفقنا؟ يبقى احنا اتعلمنا ازاي نكتب عربي وانجليزي، ازاي نعدل في الكتابه، ازاي نغير في زاويه الكتابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.